من العقائد المنتشرة والمقبولة دون فحص وفرك. في الأوطان المتعددة اللغات يجب إقرار لغة التمدن الوافدة لغة فوق وطنية، فوق وطنية، لغة فوق وطنية. يعني هي لغة التمدن لها وضعية خاصة، لها أسبقية لينا، فهي لغة فوق وطنية، ليست وطنية، فوق وطنية. وهذا مصطلح موجود مستعمل. إذن بها فقط يمكن لأهل البلد الواحد أن يتواصلوا فيما بينهم، وبدون غيرها تكتمل الوحدة الاجتماعية لأهل البلد الواحد، وبها دون غيرها تكتمل الوحدة الاجتماعية لأهل البلد الواحد. أنا تزوجت في إفريقيا كثيرا جدا وأعرف، فوجدت أنه يتمسكون باللغة المستعمر لأنها هي الموحدة للقبائل التي تصل إلى العشرات في البلد الواحد. إذن ليس هو لا مندوحة ولا مفر، أرفض، لأن كلها متساوية، كلها لغات قبلية متساوية. في وطن أحادي اللغة أو ذي لغة فوق وطنية أصلية، يجب إدخال ما هو وطني من اللغات في علاقة قوة مع لهجاتها أو مع اللغات القبلية الجهوية، وذلك من أجل إضعاف الجميع والإبقاء على اللغة فوق وطنية خارج الصراع اللغوي الاستئصالي مع اللغات المحلية القبلية، لكي تبقى اللغة الفوق وطنية في مأمن من أي صراع استئصالي بين هذه اللغات. إذا استقوت لغة وطنية بثقافتها الحافظة لهويات أهلها كما العربية في المغرب والجزائر، تعين البدء بنقد الأسهل من ذينك المكونين، إما بإضعاف اللغة الوطنية في نفوس أصحابها المفضي إلى فصلهم عن ثقافتهم الحضرية، وإما بنقد المكون الثقافي، فلا يبقى للغة الوطنية سند تستقوي به في صراعها مع اللغات فوق وطنية. ومن الاقتصاد في الجهد والوقت الجمع في التخطيط الواحد بين أسباب هدم المكونين معا الثقافي واللغوي. كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ للطابع الاجتماعي للغة يحتسب بحسب العدد المحتمل للناطقين بها، مدعوما بمستوى الثقافي يقدر بالأصول العقدية ومن بنى عليها من فكر، دخل مباشر في تقدير ما يجب إنفاقه من الجهد والوقت للتخلص نهائيا من تهديد الأصيل للداخلي لغة وثقافة، وعندئذ يحصل الاستبدال المطلوب. كيف نفعل؟ هذا هو السؤال. كيف نقضي حينما يفكر كيف نقضي على اللغة العربية؟ ما هي الوسائل؟ كيف القضاء عليها اللغة الوطنية؟ كيف القضاء عليها والتخلص منها؟ لأنها مسألة حيوية، التخلص منها مسألة حيوية. وتعرفون ماذا حصل؟ من الخصائص الاجتماعية للغة العربية ارتباطها بالقرآن الكريم، هذا هو الخاصية الأولى. الخصائص الاجتماعية للغة العربية ارتباطها بالقرآن الكريم والحديث الشريف وما قام عليهما من تراكم ثقافي خلال 15 قرن الماضية، ويشكل الثلاثة القرآن واللغة والتراكم الثقافي ديوان العربية. ومن مظاهر الترابط الشديد أنه يتعبد بالعربية دون غيرها من اللغات، هذا هو الارتباط الشديد، وهي المفتاح الأوحد إلى معرفة ديوانها ثقافي. وما كان وسيلة إلى معرفة واجبة كانت معرفته في حكم الواجب. ما وسيلة إلى معرفة القرآن الكريم فمعرفته في حكم الواجب. ومن لوازم هذا الالتحام بين النسق الرمزي والديوان الثقافي أن صارت العربية لسان حضارة القرآن أن بني على قاعدة التمدين الإلهية. ومن لوازم هذا الالتحام بين النسق الرمزي والديوان الثقافي أن صارت اللغة العربية لسان حضارة القرآن. العربية هي لسان حضارة القرآن، حضارة القرآن له لسان هو العربية. الله أكبر.
ولما كانت اللغة العربية مفتاحا إلى ديوانها المنيع بالحفظ الرباني انتهى. كانت محاولات للنيل من القرآن الكريم، كانت هناك محاولات كثيرة جدا، وخلصوا إلى أنه ليس بالوسع النيل من القرآن الكريم. إذن بقي المفتاح إليه، الوسيلة الوحيدة والمفتاح إليه للتخلص من القرآن، تخلصوا من المفتاح إليه، المفتاح إليه هو اللغة العربية. ولذلك اشتد هذا الصراع الشديد على اللغة العربية، ولم يشهد تاريخ البشرية تحاملا مثل التحامل الذي وقع على اللغة العربية. ليس لأنها لغة عربية، لأنها لسان حضارة القرآن، هي المفتاح إلى القرآن الكريم. إذا جهلت الناس بالعربية تعذر عليهم أن يأخذوا القرآن الكريم، تعذر بصفة نهائية، وأن يطلعوا عليه، وهذا هو الهدف. ولما كانت اللغة العربية مفتاحنا ديوان المنيع بالحفظ الرباني والمستعصي على النقد بالفعل العدائي، لم يبقى للمناوءة الحضارية من سبيل للنيل من حضارة القرآن إلا سبيل اللغة، فأصبحت العربية في مرمى الطعون على الدوام بهدف قطع الرابط الاجتماعي المتيني الذي يقوم عادة بين اللغات ومستعمليها. العربية من اللغات التي شدت إليها أنظار الأغيار، عرفوها أو جاهلوها، قادحين فيها أو مادحين، وقديم بلغ إعجاب دارسها من الفرسي مبلغ السحر. على كل حال، في القديم كان هناك، سأمر على هذه الصفحة، كان هناك إعجاب شديد باللغة العربية. الفرس حينما أسلموا وتعلموا العربية أعجبوا بها إلى درجة السحر، فقالوا فيها من الكلام شيء لا يمكن أن يتصور نظرا لدقتها ولإحكامها ولمبلغها من الدقة والبساطة والمنطق، لغة منطقية بشكل لا نظير له. أقول هذا وأنا من المتخصصين في المقارنة بين اللغات البشرية، أقول هذا وأنا واضع نظرية اللسانية المقارنة بين اللغات البشرية ومطبقها في المقارنة بين اللغات البشرية، وهناك دراسات كثيرة نشرتها في هذا الباب. اللغة العربية ليس لها مثيل في الدقة والضبط، ليس، لا أقول هذا تعصب، أنا أمزغ على كل حال، لست منه، أقول هذا وأنا عن خبرة وليس عن تعصب. اللغة العربية فيها من الدقة ما لا نظير له. يكفي أن نستشهد بشيء واحد وهو السيبوي رحمه الله. السيبوي تعرفون أنه واضع النحو، وأتى من فارس وهو كبير السن، كبير، وكان في مجالس الحديث، وكلما كان يتدخل إلا وأسكته المحدث، أسكت يا فارسي، أسكت يا فارسي، أنت معوج اللسان. فخرج من مجلسه قائلا: سآتيك بعلم لا قبل لك به. وبعد سنوات كتب دستور العربية ومات وهو ابن الأربعين. ما يمكنش تكون هذه كلها عبقرية لولا بساطة اللغة العربية لما حصلت هذه الواقعة. لا يمكن أن تكون عبقرية، كبير السن، يكون عنده حوالي 20 سنة وتعلم العربية عن كبار وصنع فيها ما صنع ومات وهو ابن الأربعين. لا يمكن أن يكون كل هذا عبقرية، لابد أن اللغة ساعدته كما ساعدت ابن أجروب الذي وهو أيضا أمازيغي وكتب ما كتب في اللغة العربية مشهود له بالكتابات، وساعدتني أيضا وأنا تعلمتها عن كبار أيضا. ليس هذا كله عبقرية في الدارس، وإنما أيضا في اللغة فيها من المنطق والبساطة الشيء الكبير، ومع ذلك نجد لها صورة أخرى مغايرة تمام المغايرة في نفوس الجميع، في نفوس الجميع من أجل التنقيص من قيمتها. أمر على هذه
تبين لنا من خلال تتبعنا للحركة انتقاص من اللغة العربية أن هذه الحركة بدأت تنشط تدريجيا، تحدث الآن عن انتقاص من اللغة العربية ولا يهمني الأقوال في إشادتها. تبين لنا من خلال تتبعنا للحركة الانتقاصية من اللغة العربية أن هذه الحركة بدأت تنشط تدريجيا منذ أوائل القرن الرابع عشر الميلادي، حين تأسست في جامعة أوروبية كراسي للدراسات الاستشراقية تعنى فضلا عن لغات شرقية بالعربية وثقافة الحضارية. منذ القرن الرابع عشر بدأت هذه الحملة على اللغة العربية بنشوء كراسي الاستشراق بإشراف من الكنيسة. النشأة الأصلية للحركات المناهضة للغة العربية تقع على الدوام خارج وطن العربية، لكن صداها محليا يفوق في الغالب الأصل. هذه دائما أنا تتبعت هذا وكتبت كتابا في هذا الباب. الحركات المناوية أو المناهضة للغة العربية كلها تنشأ خارج الوطن وتتقوى هناك، ويكون لهذه الحركات أصداء باستنساخ هذه النزاعات محليا، ويكون لهذا الفرع صدى أقوى وتأثير أقوى. من أتحدث عن هذا وأنا تتبعت الحركات الأمازيغية التي تأسست في أوروبا وكيف تقلت فروع وأسست إلى غيرها، وكتاب التعدد اللغوي معروف في هذا الباب وفيه كتابات كثيرة وموثقة، ليس كلام، موثقة بالنصوص بالتوثيق. استمالة العنصر المحلي هذه أيضا، أولا نشأة خارج، استنساخ نماذج محلية، ثم استمالة العنصر المحلي وحمله على المشاركة في إخراج برامج النيل من العربية وتقويته عدة وعددا حتى إحلال الحضارة الوافدة محل الحضارة الأصلية. هذا هناك استمالة للنفوس من أجل الانخراط في هذا المشروع. تأبيد النشاط الانتقاصي، هذا النشاط الانتقاصي من اللغة العربية لا يجب أن يكون مرحليا، تأبيده يجب أن يكون صرمديا، الانتقاص من العربية وتنويعهما الاحتفاظ بنفس الهدف، أي توهين العلاقة الاجتماعية بين اللغة ومستعمليها حتى يتحقق الانفصال التام بينهما. ولا بأس من أن نسرد بعضا من النماذج اللغوية التي قامت للانتقاص من العربية. أليف برامج لغوية للانتقاص من العربية في أوائل القرن العشرين كانت الفكرة الموجة للأنشطة الانتقاصية من اللغة العربية تنحصر في تحييد التراث الثقافي المدون بالحرف العربي. هذا هو المرحلة الأولى، هذه الثقافة المدونة بالحرف العربي يجب أن نحيدها. ونجحت هذه الفكرة في تركيا بإحلال الحرف اللاتيني محل الحرف العربي، وبذلك ضاع من الذاكرة الحضارية للأتراك كل التراث الثقافي المدون باللغة التركية المكتوبة بالحرف العربي. تعرفون أن الأتراك الآن انقطعوا عن تراث مدون بالحرف العربي، تراث تركي اللغة حرفي العربي، حرفي العربية كله ضاع، لا أحد يستطيع أن يطلع عليه، صار ضمن إذن إن كان القضاء. وهكذا حصل بالنسبة لكثير منهم. بعد النجاح المحقق في تركيا بدأت الحركات الاستشراقية والكولونيالية تكرر التجربة في شرق الوطن العربي وغربه، وكانت استعانة على إدراك الهدف المتوخى بعناصر محلية مسخرة لإثبات بالتبعية أنه من العمل الثقافي أن تتمسك العربية بحروفها الماعبة شكلا. هذا عمل ثقافي أن تتمسك العربية، وهناك كلام الآن كثير جدا حتى الآن أن تتمسك. ومن عيوبها، من عيوب هذا الحرف أنها غير متساوية حجما، وأن بعضها يمتد أفقيا وبعضها الآخر يمتد عموديا إلى الأعلى أو إلى الأسفل، فضلا عن تشابه الحروف واختلاطها، فلا يتميز إلا بالنقط الكثير السيء التوزيع، كما أن الحركات لا تصطف مع الحروف اصطفافها في الأبجديات
وإن المعاصرة لا تحتم على اللغة العربية تبعا للمنتقصة أن تجعل من الحرف اللاتيني أبجديتها، وخاصة وقد أصبح حاليا حرفا كونيا أو عالميا وحرف الهندسة اللغوية الرقمية والمزايا اللفظية الكثيرة، بل إن الحرف العربي لا يعتبر جزءا من مشاكل اللغة العربية، فجاءت الدعوة من أحد المغتربين بضرورة بناء حروف جديدة من أجل الحد من الخلط الحاصل والنابع من النسب المرتفعة للتشابه بين القسم الأكبر من حروف العربية، كلام منشور مؤخرا في جريدة العالم التي تحتسب على حسب الاستقلال المدافع عن اللغة العربية. مثالب العربية حسب الحركات الانتقاصية لا تنحصر في أبجديتها بل تتجاوزها إلى اختلالات في نسقها، فهي لغة قديمة لا يستعملها إلا قلة في مواقف محدودة معدودة، لأنها في نظرهم لغة معقدة. هذا كلام النقول، لغة معقدة وصعبة، وأبرز مظاهر تعقيد اللغة العربية تمثل في طبعها غير المحدود والغامض. يجب إذن الوعي بأن اللغة العربية هي حقيقة غامضة ومعقدة، وهي الواقع وهي في الواقع لغة غامضة صعبة التحديد. إن اللغة الفصحى نظام محدد بشكل سيء ويتضمن جوانب غير هامة محددة غير محددة، إنها خليط معقد. إنشاء لإقناع الآخر، كيف هي معقد؟ مظاهر تعقيدها أين يكمن التعقيد؟ لا شيء، إنشاء صحفي لإقناع ضعاف النفوس بأن العربية لها هذه الحالة. وأضاف مغترب آخر، ليس هناك إذن في الواقع ترجمة واحدة للغة العربية، أي لا نفهم من اللغة العربية شيء واحد، كل نفهم منها ما يبدو له، رغم وجود هذه الأسطورة التي تطرح مشاكل هامة. إذن اللغة العربية أسطورة، أسطورة مجرد أسطورة. وهذا الكلام لشخص محتفى به مؤخرا في جامعاتنا بحضور وزراء و إلى غير ذلك. اللغة العربية في نظر أولئك المغتربين رغم وجودها الأسطوري يعتبرونها السبب المباشر في انتشار الكثير من المشاكل التربوية والاجتماعية، بها يلصقون فشل التعليم كما يظهر من قولهم إن العربية، هذا كلام منقول، هي سبب الارتباكات البيداغوجية وإخفاقات التعليم في نظامنا التعليمي. إن هناك صعوبات إضافية في التعليم ترجع إلى طبيعة اللغة العربية، وبها أيضا يعلقون تنامي الفوارق الطبقية كما يتضح مجددا من قولهم. بالنظر إلى العلاقة القائمة بين معرفة اللغة الفصحى والتطور الاجتماعي الاقتصادي، يبدو أن بقاء هذا الشكل للعربية يعتبر كسبب رئيسي لعدم المساواة الاجتماعية. كلام كثير، لو نقلته لبقينا هنا إلى السنة المقبلة في مثل هذه الحصة ونحن نردد مثل هذا الكلام. الاختلالات النسقية المنسوبة من المغتربة إلى العربية افتراء عليها تستلزم منهم الدعوة إلى إصلاح اللغة العربية بإنشاء أكاديمية للترميم اللغوي قبل التفكير في جعلها من منظمة التربية بوصفاتها اللغة النقية، وهو ما يظهر من قول أحدهم: اللغة العربية تشكل مفتاح إصلاح النظام التربوي الذي يعيش في أزمة، وهنا تكمن الحاجة الضرورية لإصلاحها. ما كتنوج العربية، ما كتنوج، تيجي نونا باش يمشي بها ما كتنوج، تحتاج إلى إصلاح، ولا بد من إنشاء مؤسسة لإصلاحها. وفي انتظار ترميم العربية وإصلاح عطلها المزعوم، ينبغي من جهة التبكير بتعليم اللغات الأجنبية، ومن جهة ثانية السماح باستعمال اللهجات المحلية واللغات القبلية في التدريس بالطورين الابتدائي والثانوي. فترسمت عمليا لغات وافدة كأداة وحيدة للتواصل مع الصغار في معظم رياض الأطفال ودور الحضانة. لن تجد دارا للحضانة تعلم الصغار بغير لغة وافدة. العربية مقصات نهائيا من التخاطب، ليس التخاطب، التخاطب العادي مقصات. بهذا السعب اللغة العربية بها أعطاب
يجب التبكير بتعليم لغات وفدة، والتبكير بإنزاله إلى المستويات الأولى متصاعدا. وفي انتظار ترميم اللغة العربية وإصلاح عطلها المزعوم، ينبغي من جهة التبكير بتعليم اللغات الأجنبية، ومن جهة ثانية السماح باستعمال اللهجات المحلية واللغات القبلية في التدريس بالطورين الابتدائي والثانوي. التدريس الآن بالطورين الابتدائي والثانوي يمكنك أن تستعمل ما تشاء من اللهجات، تضرب العامية وشرح بالعامية وبلغة الأم على في الميثاق التعليم. فترسمت عمليا لغات وافدة كأداة واحدة للتواصل مع الصف المنظم وكذا. وشرع التعليم في الابتدائي والثانوي يستعيض عن اللغة العربية بلهجاتها العامية والحوية من اللغات القبلية، ويستبدل بها في العالي لغات وافدة. إذن في الابتدائي والثانوي لغات، وفي العالي لغات أخرى. العربية أين هي؟ ومع ما سبق من مظاهر الانتقاص، ليس بالوسع حتى الآن تنحية العربية من المنظومة التربوية، فهي تعلم إلى جانب لغات، ويفترض أن تكون لغة تعليم لأغلب المواد. ومع ذلك يلاحظ في تفاعل المتعلمين معها فطور حاد. هذا هو النقطة، أريد أن أتحدث عن هذه النقطة. لماذا لو سألت الجميع كيف كنتم تتفاعلون مع درس اللغة العربية، لسمعنا أقصوصات وأساطير خطيرة جدا تجتمع كلها في كراهية درس اللغة العربية. هل كان هذا عفوي أم مدبر؟ لا يمكن أن يكون عفوي، لابد أنه مدبر. هناك إجماع من المتعلمين على أن أقبح درس والدرس المكروه هو درس اللغة العربية، يليه التربية الإسلامية. لماذا؟ ومع ذلك يلاحظ في تفاعل المتعلمين معها، أي أنه تعلم، ولكنه ماذا تعلم؟ هناك فطور حاد. ومرد ذلك في الأغلب الأعم إلى ضعف معاملة التنقيد، وكلكم تعرفون هذا، وخاصة أن أغلب التعليم التلاميذ يشتغلون من أجل الحصول على النقطة، ضرب معامل التنقيط، وضعالة في الحصة الأسبوعية ساعتين، ونقص في المستوى المعرفي للمدرس. مدرس يعني حالته المعرفية يرثى لها، وارتباك معرفي في المقررات اللغوية من أرضع ما يكون، وأنا متخصص ومتتبع، وانتفاء في الأمن اللغوي لعدم مواصلة التلقين بالعربية في التعليم العالي. ونقرأها الآن وبعد ذلك سأنتهي منها في التعليم العالي ساعة. وندرة في الوسط المناسب لاستعمال اللغة العربية المكتسبة، أتعلمها أفعل بها ماذا؟ أين سأستعملها؟ وأخيرا ضعف المردود في سوق العمل بالقياس إلى مردود اللغة الأخرى، لا توفر لي في سوق العمل منصبا بخلاف لو تعلمت غيرها. هذه مجتمعة جعلت وضعية اللغة العربية محرجة، رغم أنها لغة تعليم وتوقع، ومع ذلك لأنها حينما تجتمع هذه العوامل تفشل الباقي. تلك الأسباب مجتمعة تورث في نفس المتعلم نفورا من اللغة العربية، فلا يعود إليها بمحض إرادته ليدقق معرفته بها أو يعمقها، ولا يرغب في استعمالها إلا للضرر القصوى، حبرش بطبوع، فلا يقرأ بها ولا يكتب، وإن حصل فذلك نادر والنادر لا حكمانه، وقد لا ينزعج لمقد الحق العربية من الأذى، وإن علم أنها لسان حضر القرآن مسلم وهي لغة القرآن، وإذا لحقها أذى هذا لا يهمني. ولا يشك فيما ترمى به العربية من نعوت قسية، ولا يستبعد أن يتضامن تقليديا مع المغتربات المسخرين لمناوعة اللغة العربية بهدف تعطيل فعولها ثم إخلاء الوطن منها. انطلاقا من صحة كل
انطلاقا من صحة أن كل لسان هو في الحقيقة إنسان، يلزم أن ينعكس الخليط اللغوي الموطن في أسلاك التعليم الثلاثة في شكل شخصيات بروعا غامضة أو واضحة غير منسجمة، كأن يتدين الفرد بالفائدة لأداء شعيرة الأضحية في العيد. بسبب هذه اللغات وما تحمل من ثقافات، قد يؤمن الشخص بالشيء ونقيضه. كثير من الناس العجاء وما عنديش ما يغاضيت ما عندي، نسلب بالفائدة باش نأدي شعيرات ثقافتان متناقضتان في ذهنية شخص واحد، وهذا بسبب هذا الاختلاط اللغوي المعيش في المدرسة. الجمع في التكوين المدرسي بين لغات عالمة ولهجات عامية أو قبلية يعوق تكوين قدرة لغوية خالصة تسمح للمرء بمواصلة التثقيف الذاتي بالقراءة المعتادة. بل إن القراءة كظاهرة اجتماعية تقترب عندئذ من درجة الصفر. قراءة اقتربت من درجة الصفر، لا أحد يقرأ، لا أحد يشتري، لا أحد يشتري الكتاب من أجل أن قرأ قراءة تثقيفية. نترك القراءة الواجبة لإعداد بحثين من أجل النجاح، القراءة التثقيفية انعدمت باللغة العربية، انعدمت أو كادت تنعدم. ولذلك تلاحظ الإحصائيات أن العرب يقرؤون سويعات في السنة، العرب يقرؤون سويعات في السنة بل إن القراءة كظاهرة اجتماعية تقترب عند من درجة، فيتدنى المستوى الثقافي للمجتمع كما يشهد الإعلام. لاحظوا الإعلام الآن موجود، ويسهل اختراقه اختراق المجتمع بتكوين جماعات محلية بعقائد متعادية. الآن هناك جماعات محلية بعقائد متعادية بسبب الاختراق، لأنه ليس لدينا شيء نتمسك به. هناك خليط من الأفكار، خليط من الرؤى، خليط من المفردات إلى غير ذلك. بما أن المجتمع صنيع المدرسة والإعلام وخلف الجميع السياسة المدنية، وجب أن يتركب المجتمع من طوائف لغوية لا يستصوب بعضها بعضا. لاحظوا الآن داخل المغرب بعض الطوائف اللغوية يهاجمون بعض ولا يتعايش، لا تعايش داخل المجتمع الواحد بسبب تعدد الانتساب اللغوي، لا تعايش. أنا أعرف أنه في نفس الكلية في نفس قاعة الأساتذة جماعات يجمعها اللغة، ولا تواصل ولا تسالم ولا تصافح ولا حديث في بين نفس الأساتذة في نفس المؤسسة في نفس القاعة لاختلاف اللسان. لأن كما قيل كل لسان في الحقيقة إنسان، كل لسان في الحقيقة إنسان. تغاير الألسنة يؤدي إلى تغاير الناس. طائفة من الناس تجتهد لإقرار اللهجة العامية، طائفة من الناس مهووسون باللهجة العامية لأنها وسيلة معظم الناس للتواصل اليومي، ولا يستبعد أن تتخلص يوما من شعبيتها وتتحول إلى لغة عالمة بها تدون الخبرات المعرفية وتلقان. وهذه النزعة التي بدأت دعوة في منتصف القرن الماضي أصبحت اليوم واقعا، أصبحت واقعا، إذ بها مساقط إشهار، لاحظوا مساقط الإشهار، ودردشات الإعلام المسموع، وأكثر المسلسلات والأفلام ومؤيدوها في تزايد. الطائفة ومن الطوائف اللغوية النافذة في الوطن العربي أولئك المنتفعون بلسانهم الأجنبي، المدافعون عن اللغة الوافدة باعتباره من الأرث الكولونيالي المفيد في الارتقاء بالأوطان المتخلفة وعصرانة المجتمعات العتيقة، إذ بتلك اللغات الحية يتأتى الانخراط في الحداثة ويتيسر، بل لا سبيل للانتفاع المحلي من العلوم التطبيقية الأساسية وهندسة اللغات والأنسجة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتناهية الصغر وغيرها من العلوم
يعملون دقيقة منتشرة في البلدان الراقية بغير لغات هذه البلدان، خاصة وأن العربية في اعتقاد هؤلاء ما زالت لغة عاجزة عن استعلاء عن استيعاب علوم العصر والمستقبل. انتهى الأمر. لغة العلوم بها انتهى الأمر. اتركوا العربية.